واقفة عندك. شو بدك مني يا أخي؟ ليش واقف بوشي؟ بدي فوق. مين أنتي؟ يوه أنا أم زكي الداية جاي شقشق على أم سمعو. وشو بعرفني إنك أنتي الداية أم زكي؟ بركة جاية من طرف أبو سمعو. يوه يا على عيونك على الحكي. شو بدك أنا أكشف عن وشي حتى تتأكد؟ يعني شو معلكم معكتو استحيتو؟ بعد من وشي باعي. ما بخليك تفوتي قبل ما أعرف مين أنتي. عم تقلق إنه هي الداية أم زكي. بدك اياها تكشف وشها للرجال يعني؟ وانت شو دخلك؟ امشي بطريقك عشان ما دتك بالنظارة. انت بدك تدقني بالنظارة؟ ايه تعال لشوف. وعصام خير ان شاء الله. ابي وين ابنك معتز؟ خير ان شاء الله. ليش عم تسال عنه؟ شو عامي؟ ابنك ضارب دركي من جماعتنا. معتز؟ معتز عمل هيك؟ ايه معتز، ابو جودة تبعتني جيبه موجودا. ايه بس انا ما شفته وما بعرف وينه. اصبح لازم نفتش بيت عندك كمان. روح قل له ما لقيته بالحارة. ما هي اوامر يا زعيم وما بقدر خالفها. ابنه ضارب الدركي ومورمه. وليش ضاربه؟ الله اعلم. دركي كان عم يقوم بواجبه واعتدى عليه. ايه لا سيدي. معتز ضربه للدركي لأنه كان عم يتحركش بالحريم اللي عم يفوتوا ويطلعوا لعند أم سمعو مرت الحارس. شو عم تحكي يا زعيم؟ مثل ما سمعت. قولوا لأبو جودة الراس الكبيرة تبعها إنه عيب اللي عم يعملوا عنا بالحارة. إيش كان بده يلقط أب سمعو لا يعملنا منا خيط مطه ويترك الحريم بحاله، وإلا نحن منعرف شغلنا معه منيح. شو عم تهددنا يا أبو شهاب؟ حسبها مثل ما بدك تحسبها وأعلى ما بخيلك اركبوا. يا نوري تاخذ جماعتك وبتروحوا من هون، وبيت ابو سمعو ما حدا بيهوى بناحو ابدا الا اذا كان معكم واحد من عضوات الحاره. ايه شو عليه؟ حقوني. شو في يا جماعه؟ مشان الله ابشار، انا ما بفهم شيء. زعيم معتز وينه؟ لا تهك الهم، معتز اخذوا خاله ابو قاسم لعند ابن حماع العمار. يلا يا شباب يلا كل واحد يروح شوف شغله. شريف بشير زعيم، انا خايف مشان الله هذا ابو جودة تكبر براسه يقعد يمسك الولد دكه بالحبس. طمن ابو عصام، ابو جودة ما رح يطلع بايده يعمل شيء ابدا، بس بدي منك تفهمه لمعتز كيف مغيب هاليومين ثلاثه بيكون احسن. الرأي يا مخلد. كاوي يا المخلل كاوي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. يلا معكم أبي الله يرضى عليك. خليك انت بدك كان هذه مبالغ، أنا وصل عند خالق أبو قاسم شوف شو قصته هوك معتز وراجع. إيه أمرك يا أبي؟ هوني ما في، الحمد لله على السلامة يا أبي. لك عمي قلبي من الحامض لاوي الله يرضى عليك يا إيداع شهري، ما لي فاضي لك هلا. تعال كلك لفتي يا أبي تعال. روح والله يلهيكم كل واحد بلهوي حتى تحلوا عني وأعرف اشتغل وعيش بقى واخلص من غلاظتكم. لك تعي. الزعيم وابو شهاب هيك قالوا؟ مو بس هيك سيدي، وهددونا كمان وقالونا ما بتقربوا على بيت ابو سمعو او بتفتشوه الا بحضور حدا من اعضاء الحارة. سيدي وليش ما جبتوا من ابو عصام معكم؟ سيدي ما لقيناه. أكيد هرب سيدي. ماشي ماشي يا حارة الطبع، عم تطولوا على عناصر مغفر كمان. عم قلك لا تاكل هم صافي. معتز صار عند ابن حماي الأخطبيس بالعمارة، والأخطبيس ما بيخلي حدا يوصل له لو على قطع رقبته. بس بري عليه المعتز، ابو ضايع عن حقه حقيقي، عجبني كثير والله. تك بس هذا ابو جودة ما رح يسكت. انت بتعرفه انا بعرفه منيح. السلام عليكم. سلام. السلام ورحمة الله. شرفوا سيادنا. يسلموا يا عبدو. راسي مالدي. لا حط رجليك ورجليك مي باردة صهري، لا تاكل هم، وتريك هالموضوع على الله وعلى الزعيم، هو بيعرف شغله مظبوط. لا يا ابو جودات، الموضوع زاد عن حده كتير،
بدكن تدوروا على أبو سمعو، دوروا عليه، ما حدا بيمنعكن. أما أنكن تدخلوا كل ساعة ودقيقة بدون إحم ولا دستور، لا، هذا الشيء ما بنقبله لا منك ولا من عناصرك. أنا عم قوم بواجبي. واجبك تفتيش الحريم أنت وعناصرك؟ لك مو عيب؟ مو عيب على هذا العنصر اللي معاك تفتش أم زكي الداي ويمنعها أن تفوت تشعشع على أم سمعو الحبلة؟ شو يعني؟ الشغلة صارت واضحة مثل عين الشمس أبو جودة. شباب الحارة ما رح يسكتولكن طوال ما عم يشوفوا منكن هالشوفات. وإذا جماعتك مو مربايين وما بيعرفوا بالأصول، شباب الحارة رح يعرفون الأصول منيح. شو يعني؟ بدهن يعتدوا على رجال الحكومة؟ رجالك إلن حدود وتخطوها، فحط إصبعتك بعينك، مثل ما بتجعك بتجع غيرك. أنت بتريد حدا يفوت على بيتك ويكشف على حريمك وأنت برات البيت؟ أكيد ما بتريدها. ماشي، رح نبه على عناصري ما يتعرضوا للحريم منوب ولا يحكوا معهم. بس بكل الأحوال بدي معتز ابن أبو عصام يكون عندي بالمغفر قبل المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام. شو رأيك الحين؟ تركوا دبروا عندي. شو عم تقول؟ معتز ضارب واحد منزل من المخفر. هلا هذا اللي صار يا سعاد. وينه هلا؟ صار له شيء؟ لك ما صار له ولا حيصير له، وكلي الله. هرب عند اخوك ابو قاسم، واخوك ابو قاسم هرب لعند ابن حماه بالعماره. وليش صارت المشكله؟ هلا صارت وخلصت. الزعيم وعد يحكي مع جماعه المخفر وانه هو خلصنا بقى. يا ابي يعني ما رح يحبسوا اخي معتز؟ لا لك ابي، لا ما رح اتصل لهون. الله يرضى عليكم. شو حنايه، روحوا ابي، روحوا حطوا لنا لقمه اكلنا كلها. روحوا. حاضر يا ابي. يلا يا ابي، يلا يلا. الله يصلحك يا معتز على هالعمله اللي عملها. اللي عمله ابنك شي بيرفع الراس، ما في شي بخجل. اي شاب مطرحه بالحاره كان عمله لك سؤال. طيب فهمني، احكي لي شو صارت القصه. هلا بس غيروا عيهم تعال بحكي لك. تعال يا ابي. دلال عم تبكي؟ ليش عم تبكي اختي؟ خايفه على اخوكي معتز، والله أكل همه. خايفة على معتز؟ لك عن أختي، فيه قبل يحبسوه. بعيد الشر لك أختي، بعدين معتز رجال وما بيخاف عليه، وخالي أبو شاب كمان ما رح يتركه لرئيس المخفر يحبسوه. هيك قلتي؟ لك عن أختي، لك عن خلي قلبك قوي. تدرس يا دلال، إيه والله مالي عرفانة إنك بتحبي إخواتك كل هالقلب. لك أختي أنا بحبكم كلكم، أنتي وأبي وأمي وأخي معتز وعصام وبوران وولادك. والله والله ما بتخيل حالي اتزوج واترككم، وما بتمنى حدا فيكم يتأذى بشركة دبوس. يا حبيبتي يا دلال قديشك حنين. شو صار بالاكل يا بنات؟ يلا يا ابي اجينا اجينا. امشي اختي امشي قبل ما يبرد الاكل. عم ترشيني؟ عيب يا ابو جودة عيب. انا ما برشي حدا ولا حدا بيرشيني، والرشوة من عند ربك حرام. شو هدول لك؟ هدول مو إلك، هدول العنصر اللي تأذى من خناقته مع معتز. ايوه بدك يعني انهي الموضوع من اصله. يستحسن، اذا ما بتحب يجيك وجع راس انسى الموضوع كله. ومعتز ما رح اسلمك يا، وهذا اخر كلام عندي. عقيد شو قصتك انت والزعيم؟ من اليوم الصبح انتو عم تهددوني؟ نسيانين اني رئيس مخفر الاربع حارات انا؟ لا سيدي نحن مو نسيانين، بس انت وعناصره اتماديتوا كتير باللي الكم فيه واللي ما الكم فيه، ولازم تعرف انه حريم الحاره هدول عرضنا وشرفنا. اذا الكم شي عند ابو سمعو ولا غيره روحوا دوروا عليه وخذوا حسابكم منه. بعدين ابو جوده لا تنسى انه الزعيم ايده طايله كتير، وبكلمتين منه للعدليه بيقيموك من كل هالمخفر. سلام. عمي علي. اهلين عبدو. ابن حلال. اهلين وسهلين. ايدك عمي ايدك. الله يرضى عليك. على راسي. هلا كنت رايح لعندك على الدكان. يا ميت اهلين وسهلين. على عيني، شلونك؟ كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله. صهري ابو قاسم شلونه؟ معلمي اخر رواق، بيسلم عليك كثير السلام، بعتني لحتى خبرك انه طير العصفور، السما صارت رايقه. شو هالحكي؟ يعني معتز صار بالامان؟
اي نعم سيدي صار بالامان. وينه ماني شايفه؟ جاي وراين. انت شو اخبارك؟ انا الحمد لله رب العالمين من الله بخير. والله ما ناقصني يا عمي علي غير اني اتجوز وكمل نص ديني. مشتاقين اشوف اولادي، مشتاقين اشوف اولاد اولادي. ان شاء الله الله كريم، اك الله ما بينسى حدا. عبدو؟ لك هو بذات نفسه. ولك يقبرني ربك. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله كله تمام التمام. جهز لي حالك، قصتك صارت خالصه وانت صرت بامان. عن جد عم تحكي؟ عن جد عم بحكي. يلا ما بدك ترجع معي على الحاره؟ خالك بعتني مشان ارجعك معي. يا كان امشي حاكم، اشتقت للحاره ولاهل الحاره ولريحه الحاره. لوين يا ابي لوين؟ ما بدنا نكسر السفره بالاول؟ ولا اللي شاف احبابه نسي اصحابه معتز افندي؟ لا لا عمي علي، القصه فيها فوطيه، بدنا نكسر السفره. شو شو علي شو علي؟ ما حبيتها هي افندي. شوي افندي يمين لك أمين على يمين لو كان أبو زيد على الشمال. تسلم على الإيدين. عطي أخواتك يا أبو العز. ألف الحمد لله على السلامة. تسلم. بتعرفوا إني لقيت دلال بالمطبخ عم تبكي مشان معتز وقت صارت الحادثة؟ قلب على أخوها لك أبي، قلب على أخوها. الله لا يحرمني هالجمعة يا حق، ويجعل يومي قبل يومكم. بعيد الشر عنك يا مو، الله يخليكي فوق راسنا. يا عليم الله بهاليومين اللي غابن عنا معتز انه تخربط حالنا. لانه معتز هذا محراك البيت، طوش البيت والحرس هو بقصته، مثل الحج ما بيمشي بدون ابو حلاوي. يعني بدك يعني شوف الزحله بعيني واسكت يا ابي.